رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وفقرة والفقرة التانية من برنامج تأملات إنسانية وما زلنا في برنامج تأملات إنسانية في الموسم الرابع بنغزو وبنتعمق في العديد والعديد من المناطق اللي بتهم المرأة المصرية وبتهم كل بيت مصري وبتهم كل بنت مصرية وجايين بصراحة في, في الفقرة دي يعني يعني قبل ما أقول موضوع الفقرة وهو موضوع شيق جدا ويعني من المواضيع اللي يعني تهم ناس كتير وتهم الشباب وتهم الكبار خصوصا مع انتشار ظاهره الطلاق يعني بقت تهم شريحه كبيره قوي اسمحوا لي قبل ما اتكلم واقول موضوع حلقتنا النهارده ايه ارحب بزمايلي الموجودين في الاستوديو هنا شلبي دكتورة امل جمال قطب الاخ العزيز الاستاذ وليد الكرداسي واحنا النهارده جايين نتكلم يعني عن موضوع يعني شائك جدا وحتى يمكن بيناقشوه دلوقتي في مجلس النواب واحنا بصدد ان هم يصدروا تشريع عنه وهتكلمنا عن موضوع التشريع ده باستفاضه زميلتي هنا شلبي، الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع الزواج العرفي. الزواج العرفي ده يعني يعني افه كبيره من افات المجتمع ومن الافات اللي بنلاقيها في المجتمع المصري والعديد من المجتمعات العربية ولكن احنا بنتكلم عن المرأة المصرية فخلونا نركز أكتر وأكتر وأكتر مع المجتمع المصري ويعني لو قلنا زواج عرفي هو حاجتين الزواج لغة هو الاقتران وعرفي يعني الحاجة اللي غير رسمية يعني زي بيقولوا كده الحاجة الرسمية اللي هي موثقة بأوراق ثبوتية بحاجة عليها ختم النسر انما الحاجه العرفي الحاجه اللي هي مبنيه اللي جرى عليها العرف او اللي او اللي غير موثقه باوراق رسميه ويمكن كنا ما قعدنا نعمل اعداد للحلقه كان لفت نظرنا موضوع مهم جدا تناولته الزميله هنا شلبي بالبحث بالتفصيل هو موضوع الشريحه العمريه اللي بينتشر فيها موضوع الزواج العرفي تقول لنا ايه هنا عن موضوع الشريحه العمريه بقول ان هنا الزواج العرفي مش مرتبط بسن معين يعني الاول قبل سنوات بسيطه كده كان الجواز العرفي منتشر بين طلبه الجامعات حاليا الزواج العرفي بقى منتشر اكتر بين الشريحه الاكبر سنا اللي هم الكبار في السن وده لبعض الحاجات او بعض الاسباب المعينه هنلاقي مثلا ان الجواز العرفي منتشر بين الارامل عشان الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بعض المطلقات بيلجأوا للجواز العرفي للحصول على المعاش المطلقات. هنلاقي ان في بعض الاسر بتتحايل او بتلجأ ان هي معلش خلينا اه نوضح الجزئيه دي اكتر للجمهور موضوع الارامل ليه؟ لان هي لو آه. اتجوزت رسمي بالزبط. المعاش بتاعها هيتوقف بالظبط نفس الوضع والمطلقه برضه. لو اتجوزت رسمي المعاش هينقطع من من معاها فبيلجأوا بقى للتحايل على القانون بالطريقه دي يعني ان هم بيتجوزوا عرفي عشان تبقى متجوزه وفي نفس الوقت واخده المعاش بتاعها هنلاقي بقى في صوره تانية اكتر بعض الاسر بتتحايل على الموضوع ده بتعمل ايه انها بتبتدي تطلق طلاق سوري وعشان الزوجه تاخد المعاش بتاعها اللي هو معاش المطلقه وهي في نفس الوقت متجوزه بس متطلقه طلاق سوري يعني بعض الاسر كمان برضو بتتحايل في الموضوع ده على في الجواز العرفي انها بتعمل ايه بتتجوز عرفي عشان بتهرب ابنائها من التجنيد بتخلي ابنائها يهربوا من التجنيد هنلاقي فيه برضو زواج عرفي بيحصل بين المراه او الرجل في اختلاف في المستوى الاجتماعي بينهم ده بالنسبه لكبار السن بالنسبه للطلبه بقى هنلاقي الطلبه طلبه الجامعات او الثانويه العامه كانت نسبه الزواج العرفي منهم وصلت في 7% في احصائيه قالت ان طلبه جامعه القاهره اعلى نسبه زواج عرفي فيها هي خمسة 5000 جامعه عين شمس وصلت نسبه الجواز العرفي فيها الى 4000 جامعه حلوان. 2000 جامعه اسكندريه اقل شويه 1500 حاله زواج عرفي اعلى نسبه زواج عرفي كانت في الجامعات الخاصه وهي 15000 حاله زواج عرفي طبعا دي نسبه كبيره جدا وصعبه هنا في في احصائيه صادره عن المركز التضامن الاجتماعي بتقول ان الاحصائيه في 552000 حاله زواج عرفي على مستوى الجامعات دي بينتج عنها ايه بقى؟ بينتج عنها كارثه 41 الف طفل مجهول النسب مصر فيها 100 الف حاله جواز عرفي كل سنه تقريبا دي كارثه من الكوارث اللي بتحصل خطيره أو فعلاً, أو... فعلا فعلا بتحصل كارثه في الجواز العرفي والنسب عاليه قوي يعني دي بالنسبه لل... للكبار وبالنسبه بالنسبه للشباب او يعني اختلفت شويه وبداوا تنتشر اكتر مع الشريحه العمريه الكبيره بس اه يعني شوف النسبه <applause> عاليه قد ايه في الشباب بس في الاكبر سنا اعلى واعلى حاليا دلوقتي طب يعني ايه اسباب بقى الزواج العرفي لو قعدنا نحلل الظاهره دي او كده ايه بقى كنت دكتوره امل يعني قتلت موضوع الاسباب ده بحثا وخلينا نتكلم عن موضوع الاسباب هنتكلم يا استاذ محمد النهارده وهنتكلم اعزائي المشاهدين عن نقطه مهمه جدا وهي اسباب الزواج العرفي، ليه انا بلجا للزواج العرفي؟ سواء كان شاب او كانت فتاه، سواء كان اطفال، سواء كان كبار السن، سواء كانت ارمله او زوجه او مطلقه او اللي يكون اول حاجه تكاليف الزواج بقت عاليه جدا يا جماعه تكاليف الزواج المهر والشبكه والقاعه وغرف المعيشه تكاليف الزواج بقت عاليه جدا حاجه كمان البطاله نسبه كبيره جدا من الشباب يا جماعه ما بيشتغلوش ازاي انا هكون اسره ازاي انا هجيب التكاليف دي وانا مش بشتغل انا مفيش الامكانيات الماديه حاجه كمان يا جماعه وسائل الاعلام والدراما بتثير الغرائز الجنسيه لدى الشباب والاطفال والمراهقين والفتيات انا انا بشوف حاجات على الميديا او بشوف حاجات في الدراما وتحديدا السينما بتثير الغرائز الجنسيه عندي فبالتالي هبقى عايز البي الرغبات دي فمش هلاقي حاجه قدامي وغير غير الدراما كمان احنا كنا بنتكلم عن موضوع التحرش برضو انتشار الافلام الاباحيه الافلام الاباحيه كل ده وسائل مم. بتخليني الجا للزواج العرفي اللي هو سهل اللي هو دوب مجرد ورقتين مجرد اتفاق بين طرفين فتاه وبنت او الرغبه والغريزه وخصوصا عند الشباب والفئات العمريه بالظبط كده حاجه كمان ان الزوج ممكن يكون ليه زوجه تانية او الزوجه تكون ليها زوج تاني يعني في كتير قوي من الحالات اللي لقيناها في نقطه اللي أنا زميلتي قالتها ان بتبقى الزوجه متزوجه وبتتزوج عرفي تاني والزوج بالفعل هو كمان بيبقى متزوج وبيتزوج تاني على مراته عرفي حاجه كمان يا جماعه ان احنا بعدنا قوي عن الغياب الواعز الديني بين الشباب والفتيات بعدنا تعاليم ديننا الاخلاق الحميده كيفيه التعامل مع المراه او مع الفتاه او مع المراهقه او مع التلميذه بنشوف حالات كتير جدا برضو من الزواج العرفي المعلم بيتزوج تلمسته في حالات كتير قوي من الحالات دي بنشوفها حاجه تانية يا جماعه عدم موافقه الاسره على الشاب الفقير احنا شويه بنحب المقارنه اللي هو ازاي انا بزوج بنتي يعيش في مستوى اقل من اللي هي عايشه فيه لا اصل بنت خالتها جالها الشيء الفلاني اصل بنت عمتها جات لها الشيء الفلاني لا انا بنتي تكون احسن بقينا يا جماعه نعمل مقارنات ونسينا حاجه مهمه جدا ان مهر بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان درع حاجه بسيطه جدا حاجه بسيطه جدا نسهل الزواج يا جماعه اسباب كتير قوي بتخلي الشباب يلجاوا للزواج ممكن غياب دور الاسره كمان في ايوه فين الام دلوقتي يا جماعه ما بقتش تقعد مع بنتها وتقول لها اسس الزواج الصحيح، تعملي ايه لما يتصرف كذا، تتعاملي ازاي؟ البنت بقت طفله، في حاجه كمان دلوقتي في زواج الاطفال، الاطفال بيجيبوا اطفال، طب انا 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 كطفله او سن مثلا 14 15 18 سنه، ازاي هتحمل مسؤوليه بيت؟ ازاي هتفتح بيت؟ ازاي هربي اطفالي وانا كل لسه النضجه عندي ما اكتملش كل دي اسباب من اسباب الزواج العرفي في نقطه كمان مهمه جدا يا جماعه ان الاهل بيبقوا بره الاهل بيبقوا بره مصر مش مش موجودين كل اللي عليا اشتغل اجيب فلوس ابعتها لاولادي هل انا عارف ولادي بيعملوا ايه هل انا عارف الفلوس اللي ببعتها دي بيصرفوها في ايه؟ بتبقى في كوارث، كوارث والاهل ما يعرفوش اي حاجه، بيبقى يعني كل هدفهم التفكك الاسري ايوه بيبقى كل أه هدفهم يا استاذ محمد انا اجيب الماديات، اوفر مم. الفلوس، ابعت لابني فلوس عشان والنقطة مهمه يصرفها. جدا كمان موضوع رغبه الزوجين في سريه الزواج، والجواز السري ده اصلا مش زواج لان الاساس في الزواج الاشهار، وخلينا نتكلم اكتر عن الجانب الشرعي وكده مع استاذ وليد يمكن كان محضر حاجه عن الكلام ده استاذ محمد هو الجواز يعني حكم الجواز العرفي الائمه كلها او اختلفت الاراء الشرعيه كلها مم. خلاص هم قالوا يعني الاراء الشرعيه كلها قالت الزواج العرفي نوعين في زواج عرفي حلال وده الزواج اللي هو مستوفي كل شروط الشريعه الاسلاميه من حيث موافقه اولا ولي الامر الايجاب والقبول والاشهار ده يعتبر حلال هو يختلف عن الزواج اللي هو العادي بتاعنا التوثيق بس هو يختلف ايه عنه في التوثيق ده حلال شرعا لان هو استوفى كل شروط الشريعه الاسلاميه آه في نوع تاني من الزواج وهو ده بقى طبعا الزواج العرفي ده يعتبر اللي هو حرام شرعا ليه بقى لان ده يعتبر زواج سري اولا كل الـ في كتير جدا, أركان 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 جداً. آه. اه اولا ممكن اولا الاعلان ممكن يعني ممكن يبقى في بس ما فيش اشهار أيوة. مفيش شهود مفيش آه تقصير آه لا يصح شرعا لا يصح لا يصح شرعا خلاص الاشهار اهم ركن هو فقده مفيش موافقه ولي الامر وبالتالي هو زواج سري وده وبالتالي هو كل الائمه اجمعت على ان هو حرام شرعا وزواج ايه حرام شرعا وزواج إيه باطل انما الزواج اللي مستوفي كل شروط اسلاميه هو زواج حلال مفيش اي يمكن الفكره دي تبناها وجهه النظر دي تبناها اكتر دكتور علي جمعه لما طلع قال لك لو استوفى كل الشروط شروط خلاص بس طبعا. خلوني انا في الجانب الشرعي ده ان هو يعني اولا عشان يكون زواج مم. عرفي غير موثق في المحكمه ازاي هتسجل ابنائك ازاي هتقدم لهم في مدارس ازاي تثبت النسب الميراث فانت نفسه. انت بتقسم آه. هنا صح. وبتاخد اسم وزر شرعي ان انت ما بتقومش بدورك تجاه ابنائك او بتقصر تجاه ابنائك او تجاه الاسره والولاد دي يعني يا استاذ محمد يعني لو حصل اي مشكله يعني اي مشكله في بين في الزواج العرفي طبعا هو زواج عرفي اساسا يعني هو قائم على السريه ده يمكن أغلبوا اغلبه أوه. اغلبه 90% في ادم على السريه دي حقيقة. خلاص والا ما كانش بقى عرفي يعني بقى شرعي وخلاص يعني اه لو حصل مشكله في الزواج العرفي ده عشان يهربوا ان آه هم يوفروا سكن يوفروا شبكه أيوه يوفروا من الالتزامات الماديه الزواج أيوه العرفي عشان اكبر الاهل في الخباثه كده اكبر الاهل آه ان هم لا خلاص العرفي ده هيبقى رسمي فانا كده بهرب من المسؤوليات اللي عليا مش طيب يعني هوفر سكن لو حصل مشكله في الزواج العرفي يعني بين الزوج والزوجه خلاص اولا هم الناس مش عارفين هم خلاص يعني انا يعني هقول قصه بسيطه جدا او حاجه موقف بس حصل جدا يعني ان في شخص كان متزوج عرفي طبعا فى السر خلاص الشخص ده مات ايوة الشخص ده مات في بيت في بيت الزوجة الثانية شوف انت بقى ايه وضع الزوجة الثانية تعمل اية لا هى قادرة تشيله وترميه م. مع احترامي اللي ما حدش عارف ولا قادره تروح تدفنه ولا قادر يعمل كان مشكله كبيره جدا ولو جداً رايحه جداً المستشفى مثلا انت ايه صفتك هو انت مات جاي تبلغي يعني عن المش... ايه المشكله ان هو مات خلاص مم. هو مات هتتصل بأ... ب... بولاد واهله تقول ده مات طب هو كان عندك بيعمل ايه خلاص دي كانت مشكله كبيره جدا جدا ودي حاجه بسيطه جدا من اللي ممكن ايه نقابلها في الزوج عرفي طبعا غير المشكله الكبيره اللي طبعا الولاد آه يعني انت عارف طبعا زوج عرفي آه الست ممكن تتعب جدا في اثبات نسب أولادها وطبعا احنا شفنا حالات كتير في التلفزيون يعني مش عايزين يعني يعني, يعني في الفنانين كانت مشكله, مشكلة, كبيرة, جداً. أيوة مشكلة عادل 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 كبيره جدا مشكله كبيره جدا قصه شهيره قوي اللي قاعد له نعمل الدي ان ايه ده ابنه مش ابنه طبعا دي كانت مشكله 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 كبيره جدا جدا اه يعني كانت مشكله طب الاثار السلبيه بقى اللي بتترتب على الأستاذ وليد الاثار السلبيه بس انا عايزه قبل ما اتكلم عن الاثار السلبيه هقول احصاءات كده بسيطه عن نسبه الزواج العرفي في السنين اللي عدت في سنة 2016 عملوا إحصائية عن الجواز العرفي لقوا إن 128 ألف حالة زواج عرفي في السنة دي السنة اللي بعدها 2017 لقوا 149 ألف حالة زواج عرفي يعني سنة ونسبة بسيطة ونسبة عالية جدا بين السنة دي والسنة دي طيب نرجع للأثار بقى السلبية إن الزوجة هنا بتبقى مش متزوجة رسمي فبتضيع حقوقها ملهاش أي حقوق رسمية عند زوجها كمان إن الزوجة ممكن تبقى معلقة بمعنى إن هي لو حصل مشاكل بينها وبين زوجها اللي عرفي في الحاله دي عايز تتطلق هو راضي يرفض انه يطلقها طب هي عايز تتجوز مش عارفه تتجوز فهتبقى معلقه برضه لو نفترض ان حصلت ان واحده متجوزه عرفي وجوزها لا قدر الله مثلا اصيب بمرض نفسي او عقلي ما برضو هتبقى مش عارفه صح يصحى الصبح يقول لها انت مين؟ <applause> انا اعرفش انت مين؟ انا كل دي مشاكل المشكله الاكبر هنا بقى ان في بعض الابناء هنلاقي ان ابائهم من الجواز عرفي طبعا ابائهم بيرفضوا تسجيلهم او الاعتراف بنسبهم ده بيعمل مشكله كبيره زي المشكله اللي كنا بتقولوا عليها حضراتكم من شويه زينه واحمد عز دي مشكله آه كبيره جدا حصلت وقعت فتره تناولها الاعلام وتناولها, وتناولها, وتناولها وسائل الاعلام ولحد النهارده اه في الاخر اه حصلت مش عايزين نتكلم في تفاصيل يعني او, أو تفاصيل النتائج بتاعتها هي قضيه عامه على فكره مش حاجه خاصه آه حصلت في في المحاكم وخدت نسب بس بعد فتره طويله دي مشكلة شكل كبيره في مشكله كمان اكبر مشكله اللي هم القاصرات البنات القاصرات ودي بتحصل بنسبه في الارياف في الارياف بنسبه اكبر جدا يعني في الريف عايزين يجوزوها والقانون لا يسمح فيعمل عقد يعني عرفي لغايه ما عايزه يفرح ببنته وعايز او حالته الماديه ضعيفه شويه فبيجوزوها بدري فبتبقى دي مشكله بترجع للبنت ملهاش اي حاجة يا جماعه الاثار النفسيه اللي بتبقى على البنت او على الشاب بتبقى في اثار نفسيه لا انا عايزك تكلمينا آه آه عن مقترحات انت كنت بداتي في الاعداد عملت لنا بعض المقترحات كي عايزك تبداي كده بالمقترحات دي يا دكتوره هنقول حظر زواج القاصرات او ما يسمى بزواج الاطفال مناشده يا جماعه وسائل الاعلام والدراما والتلفزيون سواء كانت صحافه اذاعه وتلفزيون ان هم يقللوا قدر الامكان من المشاهد الاباحيه او المشاهد اللي بتثير الاثاره الجنسيه عند الشباب التخفيف يا جماعه من تكاليف الزواج، يسروا الزواج، يسروا الزواج، البنت الفتاه ابسط الامور تقدر تحل مشاكل كتير جدا، مش لازم الحاجات الماديه العاليه وبنشوف التكاليف الزواج العاليه دي تحديدا في النجوم والمشاهير، وبالتالي الشباب بيحبوا ان هم يقلدوهم. لا يسروا الزواج خلوا التكاليف بتبقى بسيطه ارضوا يا جماعه بالشاب الفقير يمكن ده هو ده اللي يسعد بنتكم ويحافظ عليها مش لازم يبقى غني جدا حاجات كتير جدا يا استاذ محمد منها برضو التوعيه الدينيه ان انا اوعي البنت والشاب ان انا افهمها اصول الدين افهمها اصول الزواج الصحيحه اتفضل يا استاذ علي لا, لا, لا كنت هقول حاجه اتفضل يا استاذ علي لا اصل انا هقول حاجه انت كنت هتتكلم عن دور وزارة التربيه والتعليم انا كنت عايز اقول حاجه بس يعني هي حاجه يعني يا ريت نركز عليها شويه ان الشريعه الاسلاميه اصلا حققت يعني فرض الزواج خلاص عشان تنشر الموده وصلاه الرحم والقيم التعاون بين الناس خلاص أيوة. الزواج العرفي بيلغي الكلام ده لانه قايم على اسس باطله ثانيا أيوة. أيوة. سريه, سرية. <applause> انا اما اكون متجوز عرفي خلاص اهلي مش عارفين مم. ولادي يعني انا ولادي اللي هم الزوجه الثانيه مثلا او كده مش عارفين فبالتالي المجتمع نفسه مش عارف وده فقط اهم شيء في ال 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 يعني الاسلام فرض الزواج اصلا يعني الاسلام اصلا فرض الزواج عشان آه ينشر الاستقرار, الاستقرار وصلاه الرحم أيوة والتعاون والمحبه وتقويه وتقويه الصلات اه خلاص اه الزواج العرفي بيلغي كل, كل ده بيقدم كل لانه حاجه سريه وبالتالي مفيش موده مفيش صله رحم مفيش معرفه وبالتالي هو فقدنا اهم ركن من اركان الاسلام ايه اه اه للزواج وكمان يعني وكمان اه بفرح في السر يا استاذ وليد انا فرحتي ان اهلي بيكونوا فرحانين صح مش كاملة صح مش كاملة بفرح في السر عندك اي مقترح ولا حاجه تحب تقوليها لا انا كنت برضو بنقول على بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم ان هي بت المفروض تعمل حملات توعيه للفتيات والطلبه ان هم يعرفوهم اضرار الجواز العرفي وان هو دي بيقضي مخاطره وفي الاخر اللي بتبقى بتقع في المشكله البنت مش الولد يعني مم. وطبعا يعني بالنسبه محمد يعني احنا احنا برضو بنطالب الدوله ودي يمكن ده طلب بنطالب الدوله وفعلا ان هي تفرض قانون ويكون قانون مم. حازم وصارم للموضوع ده مم. لان مم. الزواج مم. العرفي بين طلبه الجامعات دلوقتي ده زواج ظاهره نقدر نقول ظاهره ظاهره وزي ما الزميله هانا قالت احصاطوا احصاطوا ارقام كتير زواج زواج ده مش زواج اصلا ده هو ده 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 اصلا ما بيبقاش هو زواج مبني على حتى لا في ولي ولا اشهار ولا حاجه ده مش زواج ده اصلا فالحاله دي باطل 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 احنا بنفضل كمان طلبه الجامعات اه ابتكروا وسائل كتيره زواج الدم وزواج الفويس مسج وزواج الفيسبوك وزواج الماسنجر وزواج السوشيال ميديا ايه المهاترات ايه الكلام ده طبعا الكلام ده كله باطل ولا يرتبط بالزواج ولا بشريعتنا الاسلاميه ولا حتى بالشريعه المسيحيه ولا اي شرائع سماويه في شيء فلا طبعا بالناشد بالناشد يعني عندي مناشدتين المناشده الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي وبقولها للمره الثالثه في برنامج تاملات انسانيه الافلام الاباحيه دي بتثير الغرائز أه. عند الشباب يا ريس ارجوك يا ريس عايزين نعمل حظر للافلام الاباحيه دي المناشده الاولى المناشدة الثانية بأرسل مناشدة لكل أسرة مصرية إن هي تبدأ توعي ولادها وإن هي تبدأ يعني تسهل الزواج وتسهل موضوع الزواج ده وتسهل تكاليف الزواج تعيش تتمسكي بقى بنيش وشبكة كام وأنا قلت في البرنامج وبكرر تاني اللي عايز يتجوز يتجوز الايام دي <applause> ولا في مهر <applause> ولا في قاعات <صحيح> افراح ولا في اي حاجه في, في والله <applause> المهر لا لا, لا 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 فيش لا, فيش لا في مهر لا في, لا 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 فيش لا فيش لا في مهر مش بس مفيش واسمحوا لنا نختم برنامجنا برنامج تأملات انسانيه والفقره الثانيه في الموسم في الحلقه دي من الموسم الرابع بكلمه بنكررها خليك في البيت هتقول الكاميرا علينا كلنا كده اهو خليك في البيت خليك في البيت خليك في البيت وزي ما قلنا وبنكرر تاني احنا عايزين كل البيوت تتعاون في جزئيه ان هي تشيع جو نفسي طيب وتشيع السكينه والطمانينه وثقوا وثقوا وتاكدوا ان <applause> الازمه دي باذن الله هتمر بسلام عايز تقول حاجه سؤال آه يعني كلمه اخيره بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها ديت والوضع اللي احنا فرض علينا دلوقتي كل الاسره قاعده في البيت الزوج والزوجه والأولاد يا ريت كل زوج وكل زوجه كل اب كل ام يهتموا بتربيه ولاد ويقربوا من ولادهم ويصاحبوهم عشان ما يحصلش اي مشكله وخصوصا المشكله اللي احنا بنناقشها النهارده بل. قربوا من ولادكم وصاحبوهم قربوا من ولادكم وصاحبوهم جدا هتفرق معانا كتير جدا جدا فرصه يكون في دور تربوي فرصه يكون في دور تربوي الام هي عمود البيت الام هي بتصاحب البنت طبعا الام في طبعا يعني بشكر زميلي الاستاذ سامح الهواري اللي دايما بيتابع معانا الكنترول وبيتابع معانا الاعداد بتاع الحلقه، رئيس تحرير برنامج تأملات الانسانيه الكاتب الصحفي الاستاذ سامح الهواري اللي دايما بدعمنا وقف جنبنا وهو احد الاعمده الرئيسيه في البرنامج وبشكر زمايلي اللي دايما متعاونين معانا بشكل كبير ومتضامنين معانا ومقوييننا وواقفين جنبنا عشان نطلع ببرنامج تأملات انسانيه بالصوره المشرفه اللي ترضي كل بيت مصري، انتظرونا في حلقه قادمه من برنامج تأملات انسانيه، كان معكم وليد الكرداسي، هنا شلبي. أمل جمال قطب وأخيراً محمد نجم الدين